القوة الهادئة هو عنوان حلقة الليلة، لأنه اللي بيجمع بين تجوفة إضافة لعشقهم للبنان، الوصول لأهدافهم بحنكة وعزيمة بعيداً عن الاستعراض. موجع الليلة بمان تو مان بين نائب عن التيار الوطني الحر ونائب عن القوات اللبنانية. رح نضوي عن النقاط المشتركة بيناتهم، لأنه هدفنا نجمع ما نفرق، هدفنا نحكي ونلتقي، لأنه بالآخر إلا ما نلتقي. من هنا تشوف حلقة الليلة سوا، رح نشوف بهيدا التقرير. حاليا هون 49 سنة، نائب المجلس النيابي، أصلي مهندس وإدارة أعمال. جورج إليا قيس، العمر بعد 10 أيام بصيروا 51. المهنة الأكثر تعرضا للشتائم من قبل الناس اللي هي نائب البرلمان اللبناني. جورج عقاس، بكلمتين بفتكر المفروض يكون عرف عني اني صديق الكل. شخص جدي وعنده قيمه مضافه بهذا المجلس النيابي، واحدى اكتشافات مجلس 2018. علاء عون بكلمتين، ما بحب احكي عن حالي، بفضل الناس تحكي عني. علاء عون، برايي جورج عقاس رح يقول عني كل الخير. بتوقع الرصانة الذكية، كلمتين على القد. بتعرف بتبلش القصة معرفة، بعدين بتصير زميلة، بعدين بتصير صاحبة. نحن بالمؤسسات يعني بنعيش سوا، يعني كأنه زملاء شغل عمليا. ورجعنا رحنا سوا مرة مع وفد نيابي على سويسرا. توثقت علاقتنا وقت اللي كنا سوا بجنيف بهالقعدة هونيك، ثلاث أربع أيام راسنا براس بعض. اكتشفت انه رجل يؤمن بالحوار. ولا عمل فينا ضرب مره، خبرنا انه معه كورونا، ركبنا وعملنا بي سي ار وطلعت الحمد لله على السلامه، زبطنا كلنا. يا الان لو ما صارت هالقصه كنت بعدك لهلا ما عندك وقت تعمل بي سي ار، وانا بنتظر منك انت وكل الزملاء تتشكروني على 48 ساعه الرعب اللي عشت فيها، لانه خلتكم تخافوا على حالكم وتروحوا مثل الشاطرين تعملوا البي سي ار. بقول اذا بفريقنا السياسي او لا؟ ايه ليه لا، في يكون بفريقنا السياسي. هلا بالسياسه يمكن كل واحد بفضل ما يكون، خليه مطرح ما هو، بس بالمعنى بالعمل التشريعي لا، هو من يلي يعني اكيد قيمه مضافه. هلا عون بالمجلس النيابي بنظري انا على الاقل هو الوجه الجميل للتيار الوطني الحر، المفاوض الشرس ولكن المفاوض الحكيم. ما عم بنتقص من عدد كبير من الأصدقاء، يعني سيمون أبي رميا كمان ما في بحلقة مع ألا ما أذكر سيمون. مرة أكيد صار في نقاش نحن وكتلة القوات، صار في نقاش بيني وبينهم بكلمتي، كيف فيها تكون كتلة مشاركة بقلب الحكومة وتصوت ضد الموازنة، وهي بالآخر رح تستعمل هالموازنة لوزاراتها. وبعد بتذكر وقتها هيك اجت ببالي فكره انا، وهيك عشيه فقت عليها قلت لا، بدي اهدي الدستور حتى اشرح هيدا الشيء، وفعلا حطيت له ريبان روج وقدمت له اياه. الا انت هديتني بالزمانات الدستور اللبناني ترجع له، وانا فعلا يعني اخذت بنصيحتك وما بقى اعمل يعني اي نص الا ما ارجع للدستور اللي هداني اياه الا عون. أنا رح أهديك بالحلقة وثيقة، وبتمنى أنت كمان ترجع لها وتخلي كل التيار الوطني الحر يرجع لها. ما رح أقول لك شو هي، بدي أخلي له إياها مفاجأة لألا، إلا وما يكب له كم سنارة. بس أنا سفنجي بستوعب كثير، ووقت اللي بدي كمان بخرمش. يعني بفتكر أنا وألا عنا نفس بفتكر نفس الكاليتي، هي بسموها الشراسة الهادئة، إنك تكون مدافع شرس لأفكارك، ولكن لغتك وخطابك وصوتك وانفعالاتك
تحت السيطرة، وبفتكر أنا وألا رح نكون هيك. جورج، أنا أول ما عرفت إنه عندي حلقة أنا وياك، جيت على دير السيدة فيرونيكا بالقصيبة حتى فوت بسلام روحي مع حالي وقدر أعمل هالمواجهة بين قوات والتيار، على أمل إنه تكون بسلام أكثر من ما عم بيصير بيناتنا بالسياسة. الحلقة رح تكون بفتكر دسمة المواقف الوجدانية وبصراحة الحوار بين خصمين بالسياسة وصديقين على المستوى الشخصي. مساء الخير. مساء النور. شو ساعتك عملت لي PCR؟ أنا يعني ما برفض له طلب، لا لا تيكون مطمن هيك ويرتاح. جبت له نتيجة PCR. تفضل استاذ انا. هيدا جورج عقاس. يقدر يفوت على البيت يعني صار من عندك يفوت على البيت لانه عملت فيه ضرب قبل. انا مش لا مش ضرب، بالعكس كتر خيره. سلامتك، هيدا الاهم. نو الحمد لله على السلامه، اكيد وسلامه كل اللي مصابين اليوم بالكورونا. بس ما في شك انه هلا مثل قالوا بالريبورتاج مضبوط، من وراه كلنا عملنا PCR. يعني انا بيني وبينك لهلا المره الوحيده عملت PCR من وراك. بس انا ما بنسى انه يعني انا اغلب الزملاء اكيد تلفنوا وتطمنوا، بس الان كان عم بيتابعني بشكل دائم بعدد الساعات. تاكد انه مشي حاله شو عم بتحس وكذا. لا حتى من نيجاتيف. بعد حتى من بعد ما طلع نيجاتيف ضل يطمن، بس وقت اللي عرف انه كان فولس بوزيتيف ما بقى حكيني على جمعتين بركة. لا مش صحيح. سلامتك، منيح اللي طلع نيجاتيف. رح نبدأ حلقتنا من عند جوناثان شوفاني، خبير لغة الجسد. جوناثان رح يكون معنا خلال الحلقة، رح يكون عم بيراقب لغة الجسد عندكم تشوف مدى التربك، إذا كنتوا عم تخفوا شيء. أستاذ ألان إذا بدك تخفي شيء جوناثان دغري رح يلقطك. عم أهلك علينا جوناثان. أنا إذا بدي أخفي بدي أخفي بطني بس. كلنا هي وأنا كمان. هلا رئيس أنت التقيت فيه تحت الهواء يمكن تأثر باللقاء. جوناثان بدنا نكون موضوعية مثل العادة. خلال الحلقة مشاهدينا فيكم على هاشتاج مانتومان تكونوا عم تسألوا كل الأسئلة، أو حيلا طرح عندكم يلا نائب ألاون ونائب جورج عياس. بداية الحلقة بدكم تكونوا عم تعملوا أوتوكريتيك نقد ذاتي، ما نكون صريحين. بدي أبدأ معك ألاون، إذا بدك تعترف بخطأ للتيار الوطني الحر، شو الخطأ اللي ارتكبتوه؟ بالمطلق؟ بالمطلق أكيد. يعني ما في حدا ما بيرتكب خطأ. يعني ارتكبنا وقت أخطأ بالسياسة، وأكيد هذا الشيء أثر علينا ببعض المحطات. إذا ما نحدد كيف؟ إذا ما نحدد هلأ ما بدي فوت بكثير تفاصيل، بس أنه أكيد ما في حدا ما بيخطئ، أو أفراد من عنا أخطأت، أو نحن بالسياسة بشكل عام بتقول في شيء ما كان لازم ينعمل بصراحة. وجوناثان شايفك يعني. أنا بقول شو ما صار كان لازم بالحد الأدنى نقدر نحافظ على التفاهمات اللي عملناها ووصلت الرئيس هون ليوصل على رئاسة الجمهورية. يعني مش عم بقوله مسؤوليتنا بس إنه تكون فرطت، بس بالآخر بس تفرط علاقة أو تفاهم في مسؤولية مشتركة أكيد بمكان ما، كل واحد عنده ما يأخذ على التاني. يعني كان لازم فأكيد هيدي كانت لو قدرنا نحافظ عليها. عم بسيرك رئيس. لا مش عم بحكي على القوات بس، مش عم بحكي على القوات بس، عم بحكي بشكل عام. عم بقول انه كان لازم يعني نقدر نضل نلاقي طريقه حتى نحافظ عليها. يمكن هي من الاخطاء اللي صارت. ارتكبت التيار القوات اللبنانيه، اين اخطات القوات اللبنانيه؟ يعني شوفي هلا اكيد كل المشاهدين يمكن خاصه جمهور القوات يمكن ناطر الجواب البديهي بذهنهم اني اقول انه اخطانا بالتسويه الرئاسيه وبانتخاب الرئيس ميشيل عون وب اتفاق مع راب بشكل عام. انا يعني اؤكد انه لم نخطئ، على الاقل من وجهه نظرنا ومن نوايانا انذاك. بعدنا نصر انه لم يكن خطا انه نعمل مصالحه تاريخيه بالشارع المسيحي، ما كان خطا انه نوصل الرئيس عون بعد ما يعني شفنا انه في شبه استحالي بوصول الدكتور جعجع. يمكن الحكيم لو اتيحت له الفرصه اسكات ميشيل عون كان بس يعني شفنا وليد بيت جنبلوك. بس تقلك بنظري وين اخطانا. انا برايي اذا بدنا نسميه خطا، مع انه في كثير اسباب تخفيفيه لهذا الخطا، الخطا انا بنظري شخصيا ويمكن بالقوات ما يشاركوني بهالنظره، الخطا انه تاخرنا بانفصالنا النهائي عن السلطه الحاكمه. وانا كنت من المؤيدين
انه نعمل هذا الانفصال باكرا. هلا سبب التخفيفي هو انه نحن اول مين طرح حكومه المستقلين الاختصاصيين لتقدر ترعى هذا الظرف الاستثنائي وترجع تنقذ الشعب اللبناني من الانهيار ما قبل الثوره. بس انا راديكالي اكثر، كنت بقول انه يمكن كان لازم القوات من بعد الانتخابات النيابيه وكل الحمله اللي خيضت ضد القوات اللبنانيه، لانه خضنا الانتخابات تقريبا وحدنا، ومثل ما قال آلاء انه حتى كل حلفائنا من هون ومن هون ما حدا يعني شيء انه يتحالف معنا، كان بوقتها من بعد هذا الربح بالانتخابات النيابيه يمكن ما كان لازم نفوت على حكومه الرئيس الحريري ما بعد الانتخابات. اوكي، بعد ما شفنا الصراحه تبعكم بالنقد الذاتي، ما ننتقل لنشوف صور للسياسيين. بدنا منكم تعلقوا باختصار بكلمه واحده عن هذا الصور، ما نشوف كمان مدى التشابه الاراء بيناتكم. رح نبدا ببلش. رح بلش معكم. انا عم بقول انا ماني متحيزه. اوكي. رح نبدا بصوره الرئيس الراحل بشير الجميل. ليجند، اسطوره. وانا من الجيل اللي وافتكر الاء نفس الشيء، لانه انا اكبر من الاء ست اشهر. ست اشهر يعني عمليه اشهر. انا وعي سياسي على بشير جميل. يعني هو اسطوره بذهن جيلنا وبوعينا بنبضنا برؤيتنا لهالوطن، السياده على 10452، الخطاب الواضح والجريء والصريح، مكافحه الفساد بشكل يعني دون اي تنازل. يعني ثقافتك السياسيه من اول يمكن وعينا مثل ما قال. انا اكيد الرئيس الراحل بشير جميل كان وعيتي السياسيه، اذا بدك كان يمكن عمري 11 سنه اذا ماني غلطان، خاصه فتره اللي ما سبق انتخابه رئيس جمهوريه، وهال 23 يوم يعني او 21 يوم من بعد انتخابه، وكل هالخطابات اليومية اللي عملها وإلى آخره. تصدمت يعني كانت. وكان أكيد والشوك بعدين وقت اللي استشهد وكل هلا بالنسبة لي بوقتها كان عم يجسد معركة إذا بدك العنفوين مجتمع وحالة سيادية وغيره. هلا ما بدنا نفوت بنقاش هلا قصة الإسرائيلية أو لا، بس عم بحكي بوقتها كنا عم نخوض معركة، نحن كنا بمجتمع وبحالة كنا عم نخوض معركة مع الفلسطينيين اذا بتذكروا. ف بدك تخديها باطارها. هلا بعرف اليوم بنرجع لورا بنفوت بسجلات، هلا ما نكمل بالصور بس بدنا نختصر. ايه بس بوقتها هيك كان، وبتعرفي عنفوان الشباب كله بيتحمس على هال، وكانت هي القضيه اللي حاملينها. وانا بالنسبه لي كان وعي بالسياسه يعني بعد ما بعترف شو بدي يعني بالنسبه لك كمان هو وكان كمان حاله وحدت اذا بدك هيدا الشارع حول حاله معينه رحيه. مع كل المآخذ والاخطاء وكله، هلا اذا برجع مع الوقت كلنا بنرجع لها وشو صار حتى داخل الساحه المسيحيه واخطاء حصتت بين بعض ودخول البندقيه الى الساحه المسيحيه بين الاحرار وبين كل هيدي كلها بنعرفها. بس بالاخر اذا بتطلع على الصوره الكبيره حتى ما نفوت هلا بهالسجال اللي بعرفه دائما موجود اليوم بين اللبنانيين على هالمرحله، بوقتها ايه كان شغله نحن عشناها هيك على كل حال باول طلعتنا ووعينا على السياسه. يعني بس خليني مرق شغله، انه اذا عم نحكي عنه كشخص، انا ما بدي احكي على المرحله مثل ما عم بيقول على، لانه تحتمل ديبا كثير كبير، ونحن اكيد نؤيد كل اللي قام فيه، وهذا يعني فخر لنا انه نحن قاومنا الناس اللي اعتبروا لبنان دولة بديلة لإلهم. بس هو كشخص هلأ بالإنكونسيان تبعنا هو يشكل الربير، النموذج للرئيس اللي نحن بنطمح له، يعني بقوته بنبرته بعنفوانه بصراحته بقربه من الناس بإحساسه بوجع الناس. أوكي. خلينا ننتقل للصورة التالية بس ما نختصر بكلمة واحدة. الرئيس سعد الحريري رئيس تيار المستقبل بكلمة واحدة جورج عايز. يعني كلمة واحدة صعبة، بس انه في قلك بعبارة انه الرئيس سعد الحريري ظلمته كتير الظروف، وهو انسان يعني بنظري كان يمثل هذا الرجل الذي ظلمته الظروف بدءا من اغتيال بيه. يعني شو بدك اكتر من انه واحد يخسر بي بحجم رفيق الحريري اللي اللبنانيين كلهم بكيوا عليه. اتمنى ان لا يتحول من مظلوم الى ظالم. بس أنا صراحة على مستوى الشغل ما بقدر أقول أني اشتغلت معه، ولا مرة كنت وزير
ما في علاقة شغل ما، لا بسمع أكيد شو بيحكوا عنه زملاء أو غيره، بس على المستوى الشخصي هيك أكيد بيستهضموا. قريب يعني للقلب. قريب للقلب هيك سيمبل. كمان من عمرنا. من دون من عمرنا وما عنده كومبلكس بالتعاطي، يعني على الأقل بالتعاطي ما أنا بحسيه فيري فريندلي وقريب للقلب. شباب لكي مثلنا إذا بديك هذا الكوتي. هلأ بالكوتي المسؤولية أكيد. فشل سعد الحريري. أنا برأيي كل السيستم فشل، شنو اليوم في شيء نجح يعني هلا بدنا نقيم على المستوى الشخصي. انا برجع بقول لك على المستوى الشخصي ما اشتغلت معه، اوكي سامع كثير عنه لانه بسمع من غيري، وانا علاقتي فيه على هيك يعني بعدها مش عميقه بالمستوى الشخصي. يمكن انا عندي علاقه عميقه بالقراب حواليه اكثر ما عندي علاقه مباشره معه. علاقه منيحه معه. بس انت عندك علاقه ديركت مع الرئيس نبيه بري؟ الصوره التاليه اذا فينا نشوفها. لا بس سامع عليك سامع عليك ناخذ وقتنا، انت عم تسالي سؤالات رح ارجع لعندك مهمة جدا ورسمي جدا عن الرئيس الحريري. ايه لانه كمان قال هيك بيقول الامور دائما بيفتح فيها هيك بروبلماتيك مروحة نقاشات انه انه ما فيك تحملي حدا معين مسؤولية الانهيار، وما فيك تقولي انه فلان فقط هو اللي فشل، بس فيك اليوم تعتبري مش بس فاشل، فيك تعتبري مش بس فاشل، فاشل ومجرم بحق الشعب اللبناني. كل جهة سياسية مصرة على البقاء في نفس التركيبة وفي نفس النظام وتمنع التطوير وتمنع يعني وصول صوت الناس وإرادة الناس، وعم نحكي تحديدا بطريقة تشكيل الحكومات. هون ما منعود بس عم نحمل مسؤولية المرحلة السابقة، وأنا مع المحاسبة عن كل المرحلة السابقة، بس أنه هون صار في خطر كتير كبير على الناس اللي ما بدهم يشوفوا أنه كل النهج السابق مثل ما قال عزيزي آلاء فشل ولازم نغيره. على أمل أنه يصير في يمكن تغيير بالنظام ليصير التغيير أسهل. آلاء بدي أكمل معك صورة الرئيس نبيه بري، يلي معروف عنك أنه أنت ما بعرف إذا فينا نقول الطفل المدلل يمكن التيار الأقرب لإله، شو سر العلاقة؟ لا أنا علاقة أكيد تطورت مع الوقت، وهلا أنا معه بهيئة المكتب المجلس، مش كتير مدلل لا، بس انه عندي علاقه منيحه قريب انه هو على الكوتيه الشخصي. عم تنافس انت وسيمو أميرام يعني بصير قريب ما بعرف، هو انا علاقتي فيه كتير منيحه وعلاقتي مؤسساتيه. بكلمه واحده نبيه بري مهضوم، يعني هو اذا بده بيعرفه على المستوى الشخصي مهضوم، على المستوى السياسي منه هين، يعني اكيد منه هين ابدا، وشخص قاسي يعني كمان على المستوى السياسي، بتختلفي معه بكتير اشياء ممكن تتفقي معه بكتير اشياء، بس على المستوى الشخصي اذا اي انسان بيقعد معه عنده روح النكته وال دائما حاضر عنده الحضور القاسي دغري كاريزماتيك كثير الرئيس بري، يعني فينا نقول انه هو من اقدم السياسيين الذين لا يزالون على قيد الحياه من تاريخ توليه مسؤوليات سياسيه. ذكي كثير، ملم بالعمليه التشريعيه الى اقصى حد، بس كمان دائما فيها اللكن اللي تمليها ظروفنا الحالية. ما بعرف إذا هالزكا اللي بيتمتع فيه الرئيس بري إذا يعني نفع لبنان بالقدر اللازم أو ما نفع لبنان. عم بيقولوا لي ليه عم بتعيطي له رئيس؟ عيطي له سعادة النايب. شو بتفضل عيط لك رئيس أو سعادة؟ أنا ضد الألقاب، بس إنه أكيد إذا إذا اللقب يعكس المهنة أو الكاريير أو السلطة، شو بعيط لك؟ أكيد بفضل القضاء. قضاء اكيد اذا رجع في الزمن للمخرج الي ابي خليل رح ضلني عم بعيط لك رئيس. استاذ انا رح ننتقل للصوره التاليه. وليد بيك جنبلاط بكلمه واحده. كمان معرفي على المستوى الشخصي منيحه بس منا كثير عميقه. يعني مثقف، وهيدي شغله مهمه عند وبيقرا كثير. بيقرا كثير هيدي انا بلاقيها نادرة عند هلأ حالياً عند السياسيين. يمكن في منهم كان يقروا كتير قبل بس هلأ بطل في وقت، وأنا بعرف السياسة قدي بعدتني ويومياتها قدي بعدتني عن القراية. يمكن هلأ حجة كورونا رجعت أقرأ شوي أكتر لأن صار عندي شوية وقت، بس عنده هذا الكتة هلأ عالم خاص فيه. يعني اليوم خصوصيات متقلب، يمكن بس خصوصيات الطائفة الدرزية أنا مني يعني عندها خصوصيات وطريقة تعاطي معها بالسياسة كمان، يعني بتبرر له؟ لا ما ببرر، عم بقول انه نحن بنختلف معه بكثير اشياء بالسياسة، وعندهم شيء كثير يعني بعدين في عندهم تعاطي
حد يعني اوقات بتكونوا كثير منيح واوقات بيكونوا كثير قاسيين بذات الوقت يعني، بس عندهم قدره انه يتجاوزوا هالشيء ويرجعوا كانه شيئا لم يكن بتعاطيهم بكل العلاقات. هذا الشيء اللي بعجب. بس انا اللي بدي اقوله مش مهم هلا نحن كيف منقيم بعض بالبلد، بس لازم نخلي دائما مسافه مسيحه عنا براسنا كلنا، وهذا بدعي كل جماهير الاحزاب السياسيه يحافظوا عليها، انه قد ما بتكرهوا حدا تاني بالاخر رح ترجعوا. مش هيك، انتم ما فيكم تفرضوا على الغير مين بدكم، انتم فيكم تختاروا زعيمكم بس ما فيكم تلغوا زعماء غيركم. هاي المشكله. خلينا نضل نحترم انه في ناس طيب. غيرنا لا، هذا الواقع. سو بدنا نضل نحن نفتش على مسيحه مشتركه ونطلع من فكره انه ولو في فلان ما بيعجبنا اوكي، اذا هذا فلان ما بيعجبنا في ناس اختارته، في ناس اختارته بمثلها، نحن محكومين انه نلاقي احسن اطار ممكن للتعاون نحن وياه، لانه بلبنان يعني وخاصة ببلد مثل لبنان، خاصة ببلد مثل لبنان يلي فيه هيدا التنوع الطائفي وهيدا التنوع السياسي وهيدا التنوع الثقافي، خاصة بهيك مجتمع مسبقا بقول لك ما في حدا يختصر تمثيل اللبنانيين، مش مثل حق بلد تاني. وليد بيك جنبلاط سريعا كلمه هلا هو استفاض، انا رح اجرب اقل شوي، بس بدي اقول لك يعني كمان لانه يحتمل الاستفاضه شخص مثل وليد جنبلاط. انا يعني من السياسيين القليل اللي ما صار لي اني اتعرف عليهم، ما بعرفه يعني، مش لم تجمعنا صداف، لانه هلا تيمور هو النائب. اللي بدي اقول انه وليد جنبلاط هو حليف هلا اذا بدك، او الحزب التقدم الاشتراكي مبدئيا هو اقرب حليف الى القوات اللبنانيه، النواب اللي بالكتله. بس قال عن الحكيم انه متوهم انه عنده فائض قوه. هلا رح يسمع انا شو رح اقول عنه. يلا هو النواب اللي كمان بالكتله يمكن من الاقرب يعني كلهم، اذا بدي عدهم مروان بلال هادي فيصل الكل هوري حلو كلهم اصدقاء على المستوى الشخصي، وفي يعني عمل يومي نحن وياهم. هلا انا اذا بدي كشخص، وهذا راي جورج عقيس لا يلزم كمان حدا، هيدي خلينا نحطها اونتيت خلص، انه انا ما بحب الناس المتقلبين كثير بالحياه العاديه، ما بحب المودي الشخص اللي بحسه انه نهار بيضحك نهار بيزعل نهار بيكون يعني فريندلي نهار بكش، ما بيريحك كم الحرب السياسي. هذه من جهه. من جهه ثانيه يعني انا جاي من خلفيه والبروفيل تبعي يعني، وهيدا خطابي وهيدا بالجين تبعي، انه انا ماني مع التوريث السياسي وماني مع الاقطاع، عرفتي؟ بس انا مع الا بشغله قالها كثير مهم، انه اذا جماعه ما معتبره انه هيدا الممثل تبعها، انا علي واجب ان احترم إرادة الناس أنه بيعتبروه هو الممثل ويتجاوزون مسألة التوريث السياسي ويعتبرون وجوده ضمانة يعني لحقوقهم، علما أنه أنا ضد هذه الفكرة أيضا، أنه الضمانة للحقوق هي الدولة مش الأشخاص ومش الزعماء. خلينا ننتقل للصورة التالية كمان سريعا. دكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية العون. كمان ما بدعي عندي معرفة قوية فيه يعني، أنا يعني بعض الاجتماعات العامة اللي شاركت فيها تعرفت عليه شخصيا فيها. أداءه السياسي إذا بدك تقيمه. بس أنا هيك أشخاص بيني وبينك بحب إنه يكون عندي معرفة شخصية إضافية عن المعرفة العامة حتى أقيمهم، يعني أنا ما بكتفي بس بالإداء العام، أكيد في انتقد مواقف بيعملها أو مواقف ما بيعملها. أنا بلاقي إنه بحس أوقات ما في كونسيستانس، يعني ما في مش كونسيستانس، انه ما بفهم اذا تكتيك او استراتيجي اللي عم ينعمل، يعني ما عم بفهم كثير منيح ببعض الامور اللي بيعملها وبتعملها القوات، هل هي رايحه باتجاه خيار تكتيكي لانه هلا بيناسبها ظرفيا او هو على المدى يعني تعاطي بالعلاقات السياسيه كمان منا كثير واضحه. طيب بتحسي طيب انتم بدكم هالعلاقات وما بدكم اياها، طب كيف بدكم اياها وهالقد بتنتزع؟ في شيء ما كثير عم بس عن التيار، لا مش تيار او مع تيار المستقبل، في يكونوا هن مع المستقبل مثلا، ما بعرف شو نوعيه العلاقه الموجوده. طيب بالسياسه كيف فيك تقيس انك كيف فيك تطور حالك اذا كمان ما عندك علاقات، اذا انت لحالك؟
يعني في كتير أمور صراحة هيدا عم بحكي عن بعد بحكي ما بحس في وضوح كتير بهالخيارات اللي عم تنعمل، ما بحس في فيزيون كتير واضحة، بس أنا ما بقدر أقول كشخص ما عندي معرفة كافية لحتى أعطي رأيي. لا أول شيء أول شيء جواب ألام خلص، في عندي التزام من بعد هالحلقة إنه لازم نعمل قعدة نجمع شخصية. نجمع فيها ألام بالحكيم وتكون وتكون قعدة هيك يعني مصارحة سياسية وجدانية وفلسفية، لأنه دكتور جعجع كتير بحب الفلسفة. هلا أنا شتي مجروحة فيه، وبرضه كمان فيه يقول إنه يمكن كمقدار علاقة شخصية يمكن أنا الأقل علاقة بالحكيم بين كل النواب اللي موجودين، لأنه أولا يعني أنا جديد بالعمل الحزبي وأنا عشت ليلة رأس السنة وقال لك بدك تكون معنا على الليحة وما في غيرك خلص وحسمها. كانت عيديته نهار رأس السنة بال 2018 ب1/1 2018، وهو بيعرف إنه أنا بجي كنت من الإمارات فترة العيد، بقى بتذكر إني طلعت على معراب نهارتها وكنت لحالي أنا وياه بمعراب، يعني كان في الحرس برا وما كانت هالخليط النحل مثل ما هي إلا بالعادة معراب، وقال لي وتناقشنا كتير وهذا آخر شيء يعني عم شوف يمكن صورتهم هلا على الهواء تيحسم لي رأيي، قال لي باريفو إن ماس، يعني بتذكر هاي الجملة إنه ما تعمل كتير حسابات، لأنه اللي بيعيش بالإمارات وبيكون عنده البوست اللي كان عندي إياه وبيتعود على نمط حياة مهني كتير الكاليبر عالي بده يعمل حسابات إنه برجع وعلى السياسة يعني مجال مش أنا مختص فيه ولا إني أنا ابن بيت سياسي. فاخر شيء بتحب العمل بالشغل اخر شيء قال لي باري فو ان ماس، هيك مثل حسم لي هذا الخيار. هلا الحكيم يعني اخر شيء بحب اقوله بس كمان تعقب شوي على اللي قاله، هلا في كثير ناس بيقولوا انه كثير مهم بالاستراتيجيا واضعف بالتكتيك، وفي ناس بالعكس بيقولوا انه الي تري بون ان تكتيك وباستراتيجيا. لا انا بنظري سمير جعجع لا بشوفه ب الاستراتيجية ولا بالتكتيك. سمير جعجع عنده قضية، بيشوف هذه القضية شو اللي بيخدمها وشو الموقف اللي بده ياخده، ولو فوتوا على المعتقل 11 سنة اللي كابابل يعني مستعد يروح بإجراءه على الحبس كرمال القضية المؤمن فيها، هذا الأساس بمعزل عن استراتيجية شو رح تأديله وشو رح تنفعه أو التكتيك هيدا منيح أو مش منيح. هو ابن هذه القضية وبيعتبر أنه هو هلأ يعني مؤتمن على القضية اللي قامت عليها القوات اللبنانية، أوكي، ويبني كل خياراته على أساس ما تمليه هذه القضية من ضمانات. الصورة التالية فخامة الرئيس ميشيل عون. أنا يعني أنا شهدتي مجروحة، شو بدي أحكي لك الكلمة. أكيد يعني أنا باركوري طويل معه، عشته بكتير مراحل، وإذا بدي هيك أحكي عن وصف علاقتي فيه ما بعتبرها زيتها بكل المراحل، يعني أنه كل مرحلة عشناها بإطار معين. أكيد يعني شخص أنا كان هو أساس انخراطي بالعمل السياسي، كمان على قضية يعني بعتبر بوقتها رجع هالشاب اللي كنت أنا صرت شاب وقتها 17-18 سنة، يعني كيف أول وعي كان على بشير جميل، عنفوان الشباب كله رجع فجره هو بمعركة التحرير وكل هال وأكيد من دفعت مثل كل هالشباب على قضية، و15 سنة ما كان حدا مفكر لنيابة ولا سلطة، يعني كان كلها تضحية. على سنة 2009 لما قسم ترشيحك قرب لعندك وقال لك بك تسمح لي يعني قول قال لك أنت هلأ عليك مسؤولية أنا بدي أنا أوصل لمحالي يقولوا ابن أخته رشحته عليك أنت تقوم بواجباتك. إجت انتخابات 2018 حصد ألاعون تقريبا ما يفوق عن 10,000 صوت، يعني يمكن أكثر من 60% من أصوات لائحة التيار بوقت كان في 3 مرشحين، الأمر اللي ما كان بولا منطقة ولا حزب بلبنان. الحمد لله. شو قال لك؟ لا لا هي وقت اللي انحسم بتعرفي نحن عملنا آليات ترشيح بال 2009. أوكي. وأنا من وراء استطلاعات الرأي أكيد وصلته وبشكره إنه التزم بنتيجتها وقتها، يعني ما تأثر بكل الضغوطات يلي يمكن اللي صارت. بتعرفي كل الناس بتعطي اراء والى اخره، ف ومن ورا هالشيء
اجتمعنا وقتها كل المرشحين وعلى اثر نتائج استطاعت الراي حسم الموضوع. بقى هيك في ظهره بعد الاجتماع ولقطني هيك على جنب قال لي هلا بدك تنجح لانه لما يقولوا انه لانك ابن اختي. قلت له اكيد اوكي، يعني اول شيء شكرته على الثقه وكل شيء. ورحت الايام ما صار في انتخابات 2013، بال 2018 اكيد جانا اخذنا الانتخابات الحمد لله. ورجعت انا مره كنت قاعد انا وياه بالقصر قلت له بتتذكر هذا الكلام اللي صار كنا عم نقيم هيك الانتخابات بعد ما خلصت بال 2009 الكلام اللي قلت لي اياه، هلا انا عم برجع يعني مثل انه مثل وفيت له هالوزنه اللي اعطاني اياها عمليا ورديت له اياها واكيد زدتها وفيت بوعدي لإله انه انا عمليا هلا وقتها يعني شيء اجت نتيجتي على قدر ما عمليا هيدا الشغل اللي عملته كمان خلال يعني هالمرحله ونجح يعني نجحت الثقه اللي حطها فيي اذا بدك عمليا. طيب انا اذا ما نحكي اكثر عن الرئيس ميشيل عون، بتذكر انا يوم انتخاب الرئيس وثاقبت التقينا كنا على طريق القصر، كنت كثير هيك الدنيا مش ساعتك عم تقلي انه اوف مش معقول ان ما عم صدق اللي عم شوفه عم ينتقم من التاريخ. بتذكر هيدا لانه انا عشت التاريخ اللي شفت كيف طالعين الناس عم ينتقم من التاريخ. اليوم بعد سنوات من انتخاب الرئيس ميشيل عون، هل التاريخ عم يرجع يعيد نفسه؟ يمكن في تدخلات خارجيه او في فشل فشلتوا انتم يمكن بمحل معين، يعني شو رح يقروا بعدين بكتاب التاريخ عن هيدا المرحله؟ هلا ما في شك انه الامور ما اجت كلها قد توقعاتنا، يعني بالعكس نحن هلا مرقنا بسنتين كثير صعبين. من بعد سنتين بالاول كانوا نسبيا منيح، بس قطعنا بسنتين كثير صعبين وانفجر بوجهنا عده امور ما بدي ارجع اقيم هلا. اكيد في اخفاقات اوقات حصلت على المستوى السياسي وغيره، وفي امور انفجرت بسبب ظروف معينه مثل الانهيار المالي مثل كل هالامور يلي فجرت واللي هي تراكمات، منا اليوم انه قصه سنه او سنتين هي صارت كل هالازمه الماليه اللي نحن عم نعيشها. فما في شك انه بلس زيد عليها انفجار بيروت والى اخره من يعني من امور الثوره اللي صارت والشرخ الكبير يلي صار مع جزء كبير من اللبنانيين مع بينهم وبين الطبقه السياسيه كلها حتى مش بس نحن، فهيدا كلها مجموعه امور اكيد حزينه. يعني اليوم ما فينا نقول انه نحن يعني مرتاحين لهالشيء اللي عم تصير، بالعكس يعني كلها بس بدي اقول تراكم، يعني تراكم حصل كل هالسنين. يكتب التاريخ فشل ميشيل عون مش ضروري. انا بقول لك شغله، انت هلا كله بيتوقف هالسنتين الاخر يعني بعدنا متاملين. ما فينا اليوم نفصل، يعني اليوم انت بتبلش منيح بنزله بترجع ممكن في طلعه من بعدها، فالتقييم بده يصير بنهايه المطاف اكيد. بدي انتقل سريعا لعند الرئيس فخامه الرئيس ميشيل عون. انا قلتلين هم جوناثان شو عم بيشوف. جوناثان ركز. شوفي تقلك يعني خلينا نرجع ناكد احترامنا اولا لمنصب رئاسة الجمهورية، شخصية كتير عندها جمهور يعني مقتنع ومؤمن فيه. أنا كنت عم بقول عن وليد جملاط عم بنتقد تقلباته. الرئيس عون على الرغم من أني كنت من أشد أنصار تفاهم مع عرب وكنت من أشد أنصار خوض، بعطيك مثل بال 2016 خوض المعركة البلدية بزحلة بلايحة مشتركة وكلفتني كتير هيدي المسألة وقوفي هالقد إلى جانب بشراسة وبحماسة إنه هيدا الامتحان، إنه إذا قدرنا نخوض انتخابات بلدية بزحلة بصفاء نية متبادل معناتها ما بقى في شيء يقدر يهز هيك اتفاق، ومع الأسف رجع اهتز لأسباب أخرى. أنا بدي أقوله إنه يعني أنا مأخذي على الرئيس عون إنه هون ما عم نحكي عن تقلبات ومزاج، هون عم نحكي إنه عم نروح على طرف نقيض بالسياسة من 1559 إلى تموضعنا اليوم، يعني كرئيس جمهورية وتيار مع خط أبدا لا يتوافق مع التاريخ. وأنا بعتقد يعني كمان بعد في سنتين، هالسنتين هن تلت هذه الولاية، وأوقات يعني التلت الأخير ممكن شخص بحجم الرئيس عون يقدر ينسق اللبنانيين الأربع سنين، ونحن منا شعب حقود، يعني
مع كل انفعالاتنا ومع كل غضبنا ومع كل تبادل الشتائم اللي بتشوفيه على السوشيال ميديا من الطرفين، ما عم بحددها بفريق واحد، بس انه بالسنتين قادر اذا الرئيس عون سمع لناس مثل آلاء عون ومثل كتير ناس محيطين فيه. وبدي اقول لك بالاخر، يعني عم نحكي هلا حلقه فيها جديه وفيها مرح، انه ايه آلاء لعب كتير دور بتغيير كونه ابن اخته، لعب كتير دور هيك اذا بدك بور ابيزي او تخفيف نظرتي اللي ما كانت كتير ايجابيه تجاه الرئيس عون. الولد بيقولوا الولد الغبار منيح اذا شاف ما هي بس انت ما بتعرفه شخصيا كمان. مزبوط، خلص كان عم يتكلم على بعض. لا عنده المعرفه العامه، يعني ما عنده المعرفه الخاصه فيه. صح، لازم هو اذا بتعرف عليه بالشخصي بغير. انا وعدتك بطلع على معراب، انت بقى انا بطلعك على معراب ما في مشكله، بصير عون اذا الصورة الأخيرة رئيس جبران باسيل بكلمة واحدة سريعا. بفتكر يعني بدي أعطفها على الصورة السابقة، أنه ما كان كتير إذا بدك هيك للتاريخ ينذكر هذا العهد، أنه يعني ضحينا بتاريخ جماعة كرمال مستقبل شخص، وأكتفي بهذا القدر. على عون جبران باسيل بكلمة واحدة. زميل بالتيار طبعا، هلا اخذ دور كبير بحكم يعني اليوم قربه من الرئيس هون. جوناثان عم بيقول قلنا علاقة، لا عادي قلنا علاقة، وعلاقتنا يعني فيها كان طلعت ونزلت بكل هالمراحل السابقة. انتوا كنتوا اصدقاء لما كنتوا صغار، كان يجي لعندك ينام عندك. كان في طبعا يعني كان عمل لك العلاقة. حتى سلمتوا امانة سر التيار. بوقتها طبعا، بس ال هذا هي، ونحن بالاخر يعني زملاء بقلب زيت الحزب، ومفروض انه كمان هو مواليد 70. انا 71. انت 71. علاقتكم اليوم كيف؟ عم بقول لك نحن زملاء بزيت الحزب، علاقه عاديه يعني، علاقه مهنيا يعني بقلب التيار، بنتعاطى كل يعني بعلاقه في احترام متبادل وعاديه ما فيها شيء. على سؤال، لو كنت انت رئيس التيار الوطني الحر، مختلف باشياء طبعا، لو كنت انت رئيس التيار الوطني الحر بصراحه، اكيد كنت كان برايك كان في شيء تغير بهالمرحله؟ كان في شيء ممكن ينعمل؟ يعني كان عندك فيزيون بقصص تختلف؟ يمكن السؤال لازم تساليني اياه لالي. اكيد بدي اشوف هو اذا رح يجاوب. اكيد اكيد كثير اشياء يعني، لانه بالاخر انا طريقه تفكيري وطريقه ادارتي للامور وطريقه مقاربتي بتختلف. بس هو كل واحد عنده قصص معينه، كل واحد عنده اسلوبه، كل واحد عنده طريقته، كل واحد عنده قدرته. اوكي، ف وطريقه لانه كلها هي بتنعكس بادائه. شو الشيء اللي بمحل معين كان لازم ينعمل، شيء بتحسه فلاجرام وبتقول انا بدي انا ما بدي هلا هيدا عهده الحزبي مثل بين هلالين، هو مسؤول عن يعني. معقول يكون في عهد؟ لا لا غير، عم بقول لك هلا عم نحكي عن لقد تمادى في استفزاز هلا او تمادى بالنزق السياسي. خليني انا هلا هلا ما تفوت بالنزق، انت بتحكي بعدين عن الموضوع، بس انا خليني اقول عن شغله، انه بالاخر هو بهالمرحله مش هيك انحط بهالمسؤوليه، هو بيتحمل مسؤوليته بالاخر، لانه في كثير من الامور يعني وكل واحد بيتحمل مسؤوليته. ما لكم اراء يعني، في ناس قلنا راي مثل قلنا راي اكيد، بس قلنا في فرق ما تكوني انت لك راي، وفرق ما تقدري تمشي رايك بالاخر، وقتها بيكون في احاديه قرارات، مش بالضروره في ناس هي عم تتحمل مسؤوليه القرار. طيب بالاخر هيك عم بصير، طيب فاذا مش مشكله بالاخر، انا نحن بالاخر جزء من مجموعه، هاي المجموعه كثير اوقات بقلب، وقت انت تكوني بقلب مجموعه مش كل شيء بيصير على رايك، بتعطي رايك ويمكن ما يصير هالشيء على رايك، بس مش كل ما تختلفي، هذا العمل الحزبي، مش كل ما تختلفي مع المجموعه بتطش الباب وتفلي، يمكن توصلي لمحل تصير شغله وتطش الباب وتفلي، تقولي ما بقى في اتعايش مع الشيء، بس مش سبب كل ما واحد كان عنده وجهه نظر. يعني انت برايك خليني اقول لك نعيم هون لا لا، يمكن اني ابلش قلت لك سبقت قلت لك يمكن انت توصل لمحل تقول انا بدي اطبش البيب وفل، ما بقى بدي اتحمل، عرفتي كيف؟ بس اللي بدي اقوله اليوم، وقت انت بتكوني ضمن مجموعه ما نتقبل هالشغله، انه وقت واحد بده يعني حريص على المجموعه وحريص على بقائها وحريص على استمراريتها، ايه اوقات بتجي على حسابه، بتجي على حسابه. خليني اقول لك التزامك بمجموعه اوقات بتجي على حساب رايك وحساب يمكن وجهه نظرك وحساب قد ايه انت مغير كان بدك اياه يصير،
تعطي رأيك أكيد، أهم شيء تعطي رأيك، أهم شيء دائما تكوني صريحة ولو رأيك مختلف. أوكي هلأ بيمشي رأيك ما بيمشي موضوع تاني عظيم، هون نتحسب بعدين بآخر المطاف. هيدا الشيء اللي بجرب يعمله سعادة النايب. أنا عرفت عنك أنه أنت بتجمع الشباب القوات بزحلة، بتقول لهم شو رأيكم، هل نستقيل، شو بتفضلوا نعمل، بتاخد رأيهم أكيد. وبتطلع عند الحكيم بتقول له الشباب بفضلوا هيك، نحن لازم نسمع للشباب، وبتكون عم جرب يمكن تفوت عنصر الديمقراطية إذا بدنا نقول بالعمل الحزبي. أنا وغيري أكثر. أنا وغيري من النواب يعني نعتمد هذا الأسلوب بتكتلنا. هلقت في ديمقراطية بالقوات؟ إيه إلى حد كبير. أنا متفاجئ أنه يعني يسمع رأينا. وأنا بدي أعطيكي مثل صار معي هذا الأسبوع، يعني خليني أكشفه هذا الأسبوع، أنه كان في ملف أنا هيك شوي معلي الصوت فيه، بيتصل فيه الحكيم وبيقلي أنا بالإطار العام معك، بس انتبه يعني إذا بدك تفوت بهذا الملف على الآخر يعني دروس مزبوط الدوز وبني موقفك على معطيات دقيقة جدا وعلى بروف وعلى إيفيدانس وأدلة ثبوتية بإيدك. بقى يعني أثيرني هذا الموضوع، صرت أبحث زيادة. أنت بلاش بدلك بعدت له للحكيم يعني اللي اكتشفته عن الموضوع اللي أنا عم بحكي فيه. ليك ألا عم بفكر شكله مش إنه يعني هيك طنش الفكرة، رجع لا اتصل فيي هو قال لي أنعتني بهالإيفيدانس اللي بعدت لي إياها، خلص أنت اللي بتشوفه مناسب أعمله. بس أنا خليني عقب 10 ثواني على اللي قاله ألا. حسنا فعل ألا أنه ما طبش الباب، حسنا فعل أنه مش لمصلحة بس التيار، صدقيني مش عم جامله، لمصلحة اللعبة السياسية. لأنه إذا مثل ما عم بيقول إذا أنه يعني ما وصل صوتنا بالنتيجة لقيادة الحزب اللي نحن فيه تكون ردة فعلنا نطبش الباب ونفل، كل الأحزاب لح يتراجع فيها صوت العقل. بس انا كان عندي سؤال، لانه يعني بدك تحركيش بدي حركيش، انه انت اذا رحت عند الجنرال عند فخامه الرئيس وعم بدك تساله شيء او توصل له شيء بيقول لك شوف جبران، ولا انت عندك؟ لا بيسمع مني ديركت. بيسمع منك ديركت الحمد لله. فاذا صرنا نعرف يعني انه بيقول صرنا نعرف انه هي خبريه تقوم بوستر، صرنا نعرف انه اللي بدهم يوصلوا شيء فيهم يوصلوا على لا. لا شو خص انا اصلا كمان. ماني بحاجه، نحن بنلتقي باطار الحزب كثير، وأكيد علاقتي مع الرئيس يعني مش مرتبطة بهالشيء أكيد. بس مثل ما بقول لك أهم شيء واحد يوصل رأيه قد ما في جرب يعني. وأنت عندك أنا اللي ما بحبه أن تكون أنت يعني نوعية السياسيين يلي يعني السياسيين البلاط مثل ما بيقولوا، يعني مثل واحد شو بيحب يسمع ما يطلبوا شو بيحب مين بالتيار السياسي شو ما بدي مش عم ما بدي سمي حدا، عم كل واحد يقيم حاله كيف أدائه. انما انت دائما يعني باحاطه ناس بمواقع سلطه، بتعرف في كثير ناس حواليهم بهمهم انه مش بس بلبنان انا بكل بلاد العالم في سياسيين بلاط وفي سياسيين اكثر ناس تدهورت وتراجعت في الناس اللي عندها هيدا الاحاطه حدها. واللي اليوم الراي الرأي المختلف او الرأي هلا مش ضروري دائما يكون مختلف، اوقات بيكون ذات الرأي، بس وقتها بيكون الرأي مختلف هذا غنى، مصدر غنى. وهون كل واحد وقتها بيكون معه مسؤولية قديش عنده قدرة يتقبل ويستوعب انه هذا الشيء ما بضره. طيب انا وجورج شفنا آرائكم، هلا بدنا ننتقل لتبادل الادوار. جورج رح يصير ألا وألا رح يصير جورج بفقرة لو كانت. سعادة النايب جورج عيسى بطلب منك تاخذ الوجوه، تاخذ وجه ألان وألان تاخذ وجه جورج. خلينا نبدا سريعا. جينا الصوره عظيمه. شو لازم اعمل فيه؟ جورج اعترف بشيء. انا بدي احكي اوكي انا جورج هلا. انت جورج اعترف بشيء. الله يساعدك رح يصير قوي. جورج اعترف بشيء بيعمله ألان افضل منك. بدك تقرب الوجه وتجاوب. بتعرف بشي بيعمله ألان أفضل منك؟ يعني بدك تقول لي ألان أفضل مني ب أفضل مني؟ أفضل مني يمكن عنده تجربة سياسية أكثر مني يعني لهلا. ألان نعترف بشي بيعمله جورج أفضل منك.
يعني التقنية التشريعية يمكن، لأنه هو عنده باك جراوند قانوني، ويعني أنا بعترف له فيه، بيقدر يقرأ نص بيستوعبه أسرع مني شوي. يعني هلا أنا كمان عندي ميريت أكتر لأني أنا مهندس وبعيد عن القانون، وصرت أحد المتمرسين باللعبة التشريعية. هو ما قاله كتير فضل بالموضوع، لأنه مش دارس إلا قانون ومش شغل حياته كلها إلا قانون. فيمكن بهاي الشغلة عنده بس هالميزة نظرا لخبرته السابقة. جورج، إذا في ماتش فوتبول بين البرازيل وألمانيا سريعا، مين بتقول رح يربح؟ برازيل. برازيل أكيد. بس أنا بعرف جورج رح يسمع ألمانيا. آه سوري، لكن إذا جورج ألمانيا على عون، مين رح يربح بين البرازيل وألمانيا؟ أكيد برازيل. أنا بعرف إنه على عون مع ألمانيا. لا مع البرازيل عفوا. عورد. بعرف إنه مع البرازيل على عون، بس بدي أذكره بالسبعة واحد بآخر ماتش. ما بعرف لحظة كيف نام، كيف نام ليلتها. لحظة تخلي. ما وضينا اليوم لبنان. جورج سريعا لانه وقت عم بيدهمنا، جورج اذا معك عصا سحريه بدك تحط الوجه قدامك وقالوا لك بدك تستبدل حدا من الحزب وتجيب حدا من التيار بداله على الحزب، يعني جورج رئيس انت بالقوات بدك تجيب حدا من التيار وتتخلى عن حدا بالقوات تعطيه للتيار، مين؟ اذا بتحضر حالك الان كمان بدك تعلقينا مع مع اصحابنا بالقوات. جورج ما بيتخلى؟ ما بعرف بتخلى عن جورج هدوين انت بتخلى؟ ما رد علي. لا انا مين بتجيب بداله من التيار على القوات؟ مين بكتب؟ بجيب سيما بيرميا. لا ما فيكم تعملوا. مش مزبوط. على هون اذا بدك تستبدل عن حدا. انا عم بلتزم باللعبه اكثر بس عفوا. انا اوكي. هو مش قبض رجال، هو مش قبض رجال بقلبي ولو حتى قدم قلبي. انا الا هلا عم اتقمص شخصيه الا. ايه اذا بدي ابعت حدا من التيار على القوات اكيد ببعت لهم جبران، واذا بدي اجيب حدا تكسبوا ليدرز زياده يعني. اذا بدي اجيب حدا على القوات، اذا يعني بدنا نراعي الطائفيه بنجيب بيير بوعاصي بدله ماروني محل ماروني، او اذا ما في بدك يجب اذا ما في هاللعبه الطائفيه بنجيب جورج عائس. كنا عم نحكي عن بيير بوعاصي. جورج بدي اطلب منك تلتزم باللعبه وتحط قدامك الوجه تتقمص شخصيه جورج. جورج شو بتقول لصديقك بيير بوعاصي يلي قال عن رئيس الجمهوريه غول الموت؟ بتقول له بيير شو بتقول له؟ جوابته ديجا يرجع تويتر تبعي وشوف شو جوابته. انت جورج هلا يا الا انت أنا جورج سوري انا انت جورج. هلا جورج عم ترفض تتقمص شخصيتي. سوري عم فكرت عن حالي عم بحكي بعتذر. ما عم غلبت. جورج بعتقد جورج جاوبه اذا ماني غلطان، جورج جاوبه على هذا الموضوع بس رجع طلع توضيح بالاول قال ما كان لازم يقوله. وبعتقد انه جورج انا بصفتي جورج انا من دعاة وفي ميثاق حطيته للتعاطي بين القوى السياسيه وبين السياسيين وعرضته على كل زملائي مش هيك، وهذا الميثاق عنده في حد ادنى من الاحترام. هلا ايه وطي الصوره. ليه ما عم بتسلم عليه مثل قبل للوزير بيير بوعاصي؟ هيك مغير علاقتك معه؟ زعلان منه او بتحس خلص انه صار في فتور ما في رجعه لورا؟ بسلم عليه، ما شفنا بعض كثير من وقتها يعني. هو قال لي في فتور. هلا هو يعني كمان في حدود يعني، رغم انه ليك انا بقول رغم انه نحن انا تعطيه كثير ايجابي وبيعرف يعني جورج بيعرف كيف تعطيه مع الكل العالم من دون استثناء، وبتقبل الانتقاد يعني ما عندي مشكله انه انا يكون شخص زملاء بالسياسه. انا شخصيا بعيشها انه له حق يكون ضدي مش مشكله، بس بعتقد انه هون باللي عمله بيير تقطع شوي حدود السياسه يعني راح كثير ابعد بكثير مما لازم، وهذا الشيء حكما انعكس على علاقته مع الكل هلا. وبعتقد انه يمكن ناجي عن هالشيء. اوكي في عائب اكيد كجورج. تفضل. لانه ذكرتي انه وألان ذكر انه انا ما كنت كثير مؤيد لهذا التوصيف ورجع عملت توضيح.
يعني توضح، وهلا مناسبه توضح انه كل واحد عنده اسلوب بالنتيجه. ما بيلغ الوزير انه انا مش ضروري يكون متطابق انا وبيير بكثير امور، علما انه متطابقين انا وبيير بكثير امور، بس انه نحن منا يعني ايدنتيك على الاخر. كان بطريقه التعبير انا ما بستعمل هاي طريقه التعبير، ما بستعملها. يعني هلا انا حكيت رايي بجبران بسيل، وحكيت رايي بالرئيس عون، وهو عطى رايه بدكتور جعجع، وبين كل واحد قديش عنده مآخذ على هذا الفريق. بس يعني اللغة كانت، بس السبب التخفيف اللي بعطيه لبيير أنا بس فقط أنه يعني كمان أنه الشخص اللي هو عم بيقول عنه هيك، كمان الرئيس عون لغته كانت السياسية تجاه خصومه لم تكن تقل شراسة عن بيير بوعاسي. هذا سبب التخفيف اللي بعطيه لبيير بوعاسي. في فرق بين الأساوي السياسية، فرق ما يتحكي. لا، كمان في تعابير كمان عند الرئيس عون قديما ما كانت يعني تقل شراسة عن هذا الوضع. بس إنه هلأ كرئيس جمهورية مش بالضرورة أنا جورج أنا رح ندافع عن خالك. خلينا نكمل، مش عم ندافع عن خالي. لا وحياتك، مش سيد خالي. حتى ما بقبل على حدا، مش على خالي. بس يعني لك انا ما بستعملها. انا هيدا المسائل عم تقول عنه واللي شغلين انا وياك عليه. بتحب يعني مثلا هلا نيجي نفتح انه مثلا انه بلش انا احكي عن دكتور جعجع انه مجرم حرب او ما بقى. كل هالاخبار اللي بتسمعها هلا مسزار ابي شغيل كمان قال له دراكولا منحب هيك بس رد او دراكولا او وات ايفر. بدنا نحكي هيك بنخاطب بعض بالطريقه. خلص انا هيك بلشت. الان جعت كم مساله، حط الوجه. انا اذا انت بالمتن وبدك تقطع باس بالسياسه بين الوزير ياس بوصاب والنائب إبراهيم كنعان، لمين بتعطي الباس؟ أنا بفتكر بعطي باس لإبراهيم. ألان الحقيقة لمين بتعطي الباس؟ سريعا بكلمة واحدة. هلا نيتهم أصدقاء إبراهيم أكيد، صداقة قديمة والياس صداقة جديدة أكيد، بس بعزهم اثنيناتهم أكيد. أوكي، والباس مين بتختار بتعطي؟ بلا دبلوماسية. بعطي باسين، بعطي باسين للقديم. للقديم للقديم، هو مجرد ما عطى وصف قديم وجديد. بعزهم اثنيناتهم. رح نقطع له إياها، جورج عقاس. نعم. بين سامي جميل والوزير سليمان فرنجية لمين بتعطي باس؟ بين سامي جميل و الوزير الفرنجية جورج عقاس، بعتقد بيعطي سامي جميل. بعتقد سامي جميل غلطان، ما بعرف. شو رئيس عم شوف يمكن صورتك مع سامي هلا، كنتوا اصدقاء؟ هلا من طرفي ايه، انا بعدني بكن له كثير موده للشيخ سامي، وانا تقلك يعني بتعطيه الباس يعني بالمطلق انا يعني انطلاقا من نفس البروفيل. يعني ما فيك يكوني عندك انفصام بالشخصيه. يعني إذا أنا مع الحوار مع كل الفرقاء اللبنانيين، كان بالحري بين الأحزاب المسيحية، وأنا يعني بالقوات في ادعي أني من المنادين دائما بمد جسور الحوار مع كل الأحزاب المسيحية. هذه الصورة اللي عم نشوفها عامل سامي ثلاثة إيه؟ بعدكم عم تلتقوا. تقلك يعني الشيخ سامي أظن أنه هو لأسباب تتعلق فيه يعني يمكن خفف هذه المودة، مش علي كشخص، ما بفتكر عنده مأخذ علي كشخص. يمكن هذا موقف سياسي اليوم من كل القوات، أو يمكن انطلاقا من مقولة عرف الحبيب مقامه فتدلل. بيعرف قدي أنا يعني بعزه وبحبه، وقدي بعتبر أنه القوات والكتائب عندهم من القواسم المشتركة، وعندهم من الدم المشترك، وعندهم من الأهداف الوحدة لهالبلد، اللي بخليهم يعني يتجاوزوا على الأكيد، يتجاوزوا كل هالخلافات الأنية والتكتيكية. هون فينا نحكي عن تكتيك، وعن هون بيطلع لي نايب وهونيك ما بياخد نايب وإلى آخره، ونروح أكتر شو بدهم الناس فعلا، لأنه لازم نسمع على للناس. أمل أنه نروح أكتر لشو بدهم الناس. إن شاء الله مشاهدين رح مع كل محبتي للوزير فرنجية. ما فيك رح نروح على البريك. بعد البريك رح نشوف جوناثان شو رح يقول في تبادل هدايا، رح نعرف أكتر عن حياتكم الشخصية. بريك ومنرجع. رجعنا بعد البريك بهيدي الفقرة، فقرة صوت الناس. رح نشوف رئيس لما رحنا على زحلة كيف تفاعلوا الناس معك، وأعلان كمان رحنا معك سعادة النايب على القصيبة ببعبدة. خلينا نبدأ بتقرير زحلة معك جورج عقاس.
عمي فؤاد صباح الخير. ما ليك ما تتفاجأ من الميكرو، ما يخوفك الميكرو، فيك تحكي على الاو تي في اللي بدك اياه. انا جاي اعرف كل لبنان عبر الاو تي في على اطيب صحن فول واطيب صحن بليله بكل زحله. راضي عن الاوضاع بزحله؟ اذا انت رضيان على الوضع انا رضيان على الوضع. انا مش رضيان ابدا، منه وضع مضبوط. بتلاقي العالم كله يتفات ببعض البعض البعض. هلا بدنا الله يفرج علينا الف والحكومه برجع ليك. أولك إذا حطينا على الحكومة جديدة حطينا لهم صحن فول وحمص من عند فؤاد مسعد، تمشي على طبيعتها 100% 100%. شو فاضي السوق؟ ما في شيء أبدا بالله أبدا بي. والحال عنده فؤاد. النايب شو بيطلع بيه؟ النايب ما بيطلع بإيده، بس بيطلع الوزراء اللي بيطلع بإيده. ما موتوا العالم. حضرتها بتفهم ليش حامل الميكرو؟ ما عجبك اللون؟ لا عجبني اللون على راسي وعيني. هيدا حياتي، هيدا إلنا ولقلهم للشباب. مظبوط رأيي. يعطيكي ألف عافية. إن شاء الله يصير العلم هو لوننا الوحيد إن شاء الله. أنا صرت بلا كمامة مؤقتا بس لنعرف مين الشخص اللي عم بيحكي. ابو احلى صبايا بزحله، كيفك؟ بس بتعرف شو بتحكي. احلى ما تغير. هيدا مجلس الثوره في زحله. شو هاللوك الغير شكل هيدا؟ على الباندانا الاورانج. هاري ديفيدسون ما خصه باي شيء سياسي، نحن بعاد عن السياسه. بيني وبينك الله يلعن السياسي يا نديم، ما في شيء بينزع الا السياسي. كانوا العالم وقت يشوفونا يضحكوا لنا. هلا صارت يعني اللي بيعطيك نص بسمه بيعتبر حاله عم بيعطيك شيء كثير كبير. يا ريت في من امثالك اثنين ثلاثه بلبنان. لا ما في، بس وينني رئيس؟ بتحكي لهم على التليفون ما بيردوا عليك. قليل ما بنشوف نحن نواب تنزل على السوق وبتسأل هموم التجار. هون ربينا يوسف، هيدا اكل من اجرنا شقفه. انتقدني لإلي يعني؟ لا بديش انتقدك. بديش انتقدك لانه انت الوحيد اللي عم تسأل عنا، مش بوجه. جبت لنا كمان الشخص اللي اجى من المانيا يعملوا دراسه عن السوق، هودي قليل اللي بيعرفوها. او تي في انت بتحبهم، قرب يا ريس قرب. بوجود اشخاص مثلكم رئيسنا بضل عنا امل بلبنان. على كل الازمه هيدي بدها تمر مثل ما مرينا بازمات كثير كبيره، وان شاء الله اللي جاي يكون خير للبنان ولأهلنا. ان شاء الله بنتامل وعندنا احساس انه هالازمه هلا صرنا بالكعب، بلشنا نرجع نطلع. رح نبقى هون ومهما العالم قالوا. منيحك. يعطيكم العافيه. حبيت اختم هالجولة بشخص العذراء بزحلي اللي هو المكان الأحب على قلبي. العذراء اللي جيت لعندها بكل مراحل حياتي ولاقي هون الدعم ولاقي هون السند. زحلي اليوم حزينة، بس يمكن كل المشاهدين ما حيصدقوا انه كل هالجولة اللي قمت فيها بالسوق التجاري كانت بنت ساعتها، حضرتها أنا وسمر بلحظتها. شفتوا تفاعل الناس، يمكن الناس عارفة انه النايب بهالزمن هيدا تحديدا ما بقى عنده كتير امور يقدر يقدمها للناس غير وقوفه جنبهم. بعد عندي سنتين ما بعرف اذا الوقت رح يسعفنا، وما بعرف اذا تاريخ زحله رح ينصفنا. انا بعرف انه نيتي تجاه اهلي بزحله معروفه، هن بيعرفوني وانا بعرفهم، ورح ضل الى جنبهم بكل قدرتي المتواضعه. رئيس، هيدا كانت رسالتك للزحلوية ولا اللبنانية. أنا حلوح هلأ معك على التقرير، من بعد ما نشوف كيف كانت تجاوب الناس معك بالقصايبة رح نطلق بول على تويتر، مين أناكن أكثر، النايب جورج عقاس أو نايب ألعون؟ خلينا نشوف سوا تقرير ألعون بالقصايبة.
ولا بتجن الحمد لله. هذا شيخ الشباب استاذ علام، وبيجي على الضيعه بيمشي مع العالم، بيكفي انه اذا فلفلني له او اذا قصدناه برد علينا، مش بيوعدنا وبكذب. مره اشتكى على واحد بسرعه كثير بالضيعه. مرحبا. رمت ابوسك والله عم البلش. أنا بخاف عليك. أنا مش عارف على الله. بدي بوسه. ما هيك بعيد عني. إله منحه أمر الله يخليه ويخلي له عائلته يا رب. ما عشوتني. أنا بحبه. دو. وعدتك إجي. يضل بعيد عنك. كيف بدي زلي؟ عليك على بعيد. على الكورونا، على الكورونا. كيفك؟ يعني لا بالومة ولا باللحي والمشالحة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. كيف هالشغل؟ ألف خير. موسم؟ ني فرجينا شغل ما في منه. الخروب اللي بنعمله بنفسه بنمنعه هون بنفوته على الخلقين لجوه. يعني كل يوم تشيل 250 كيلو. كل قد ايه بتنقع وقت؟ كل ساعتين. يعني بس بننقلهم هيلا هي وهيلا هي ولا هالخلي على فكره بنشعل لها وبعد انا وام جرجها حلو طول انت وياها وتتفرج عليها 91 و88 مفطمنا انت 91 سنه هي 91 قالوا لي كيف اخذتها كبير انت اللي ما حبتش غيري اكبر نعمه هالايام اللي بتوفق من مره تليمو إذا أنايت عربية ولا يبتك بتشد الشري كيف إذا حبت شخص بتشبوج الحلو حكو عجبتك هاي لا أنتو كم مراهبة هون 17 والله أنا متذكر إذا يركن هون يمكن ما كنتوا هالقد زدتوا يمكن شو اسمها قلت لي؟ فرحة حلو وعلى فرحة انت بقولها فرحة العون هيدي كانت جولتك بالقصايبة رئيس كان وجه رسالة بآخر التقرير للزحلوية وللبنانية قال لهم أنه هو عم بيعطي قدرة أكثر ما فيه وهن يمكن بيعرفوه بيعرفوا قد ايه متواجد على الأرض مثل ما شفنا بالتقرير إذا أنت بدك تقول بنص دقيقة كلمة للبنانية شو بتقول لهم؟ فشلت ما فشلت بتبرر شو بتقول؟ لا أول شيء أنا بأكيد بدي يعني هن بقيموني وبيعطوا رأيهم فيه أنا بدي أقوله أنه أنا على المستوى السياسي أو على المستوى التشريعي أو على المستوى الوطني أو حتى على المستوى المسيحي إذا بهالمعنى بحس أنه أنا كل واحد بالموقع اللي هو فيه خليه يقوم بوجباته مثل ما لازم بعرف واحد لحاله ما بقدر يغير كل شيء بس أكيد أنه كل واحد إذا بالموقع اللي هو فيه قام بوجباته مثل ما لازم هذا البلد بيتقدم بالآخر هي شان كلها مرتبط صح. فيها اما بالنسبه لاهل بعبده يلي اكيد الفضل لهم بوجودي بهالموقع اللي فيه انا بتمنى دائما نكون على ثقتهم واللي بحبه فيهم انه بكل ضيعه بروح عليها بحس حالي واحد منها صراحه بحسسوني ان انا جزء منها انه انا واحد من اهلها وبعيش هالعلاقه الحلوه انا وياهم وان شاء الله هالعلاقه بتضل مكمله بنضل فعلا بهذا النوع من التواصل بهذا النوع من العلاقه ف اوكي على عون جورج اس نحن هلا اطلقت انا من اكاونت سمر بوشبل بول مين اناكم عملت لكم منشن اذا بدكم تعملوا ريتويت مين اناكم خطابه اكثر بحلقه الليله من مان تو مان على عون او جورج اس مشاهدينا فيكم تكونوا عم تصوتوا على هيدا البول اذا عندكم اي سؤال على عون جورج اس اكيد فيكم تكونوا حاضرين عم تسالوا مين برايكم راح يجي اكثر تجاوب ما في مشكله ما في عندنا هيدي الديمقراطيه هيدي الديمقراطيه اوكي حكينا كثير اليوم عن السياسة نتقبل كل النتائج هذا الاسانس تبع الديمقراطيه والنتيجه اذا انا كان عندي الاصوات الاكثر او انا لازم يكون عندنا دائما هدف انه بعد نحسن الخطاب ونقرب اكثر من وجدان الناس شو ما كان ان كنت الاقل او الاكثر لانه هيدي مسؤوليه تراكميه
انا ما شفت شو السبب حتى يعني حتى مش عم نناقش بذات الموضوع حتى نقنعهم او ما نقنعهم يعني. لا انا تعال نشوف مين اكثر يمكن يعني. الناس مقتنعه بأداء وخلص حكينا كثير سياسه اليوم بدنا ننتقل اكثر على الحياه الشخصيه ما حكينا شيء بعد انا حكينا عن الشخصيه السياسيه ما نحكي اكثر عن طفولتكم اثنيناتكم كنتوا متفوقين بالدراسه ببدا معك ألان هلا انت كنت متفوق كنت شاطر بالمدرسة أنا كنت تطلع الأول بالسيك أنا وكمال حايك زملاء بالصف كنا دائما مرة مني مرة منه بزيت الصف أنا هو بدي ما ضل يخبرها بس هلا أنت كنت تتنافس كمان بغير شيء كان بس بده يقف البريفي تيقول أسامي المافيا يعني لا مافيا دولا مثلا يكون اسمك على رأس ال هذه كانت مفارقة الوحيدة كانت كمال عائلة أنا كنت شيطان كنت أقعد مع التشين بالصف اصحابي بس كنت انا كنت مشاهد طيب انا معقول بتحط بودر على وجهه لجدك ونايم اعملها انا وزيك كنت شقي كثير كنت شقي كثير شو عملت؟ لا كي الله يرحم جدي بكتير كنا بتعرف كنا نعمل فيه كدروبه كنت صغير يعني شيطان شيطان وهي من الدروبة يمكن كنت اعملها فيه ونايم او شيء كبيت عليه بودره ايه افتكرك عيط علي ذكر حاله أعمى يمكن بتساعد مرتك بالمكياج هلا لا ولادك مشاغبين ألا ولادي مشاغبين مش عاطلين يعني منهم عاقلين على كل حال عندي مايكي ميشيل آيا جوليا جوليا النبونة طيب خلينا نشوف بهيدا التقرير شو الرسالة اللي بيقولوا لك إياها جاتو أنا وأني بالمطبخ بشتغل بيشتغل وكمان بس بيرجع على البيت الخواي بكوي لابل بكوي أصم تليفون جبابا جوات خو أفك لوي بيشتغل لالونين بصير أحسن وهيك ما في بوم مثل البوم قبل بابي أنا فخور فيك تعب كتير وقت ربح كانوا الناس عم يحملوه كان تحت الدولة بعدين بابي شفني المطبختي لماغي تاس زيليكسيون بس حسيته أبداي بالشغل بيشتغل كتير وطول مون فات بغلوية شو بتقول لهم لا اكيد انهم عم يحضرونا ناموا بيكونوا بهذا الوقت شو بدي اقول لهم هن اللي قالوا لي اليوم انا بكفوا هودي هودي يعني مثل كل باي بعتقد مثل كل باي ما عندي شيء خاص فيه يعني هودي بالنسبه له العالم كله حياه كلها يعني بشكل اساسي وهيك عم بيكبروا هلا جوليا اخر بيبي يمكن احلى شيء صار بحياتي من سنه لهلا لانه كل شيء صار عاطل من وقتها صحيح الشغله الوحيده الحلوه صارت بحياتنا انا وساره انه ولدت على الميلاد تقريبا هي وهو الشغله الوحيده بعدها بتضحكني هيك بتعمل لي ضحكه هالولاد لانه كل هالمرحله كانت كثير صعبه الله يخليهم الله يخلي لك هون واكيد من قلها هاي لساره الله يعطيهم ايام حلوه بقول لهم هن اولاد كل العالم انه يطلع يكون نحن يا ما بعرف نحن عشنا الحرب بس رجعنا عشنا مرحله كمان بلبنان هلا اصعب شيء ترجع ترد الامل للبنانيه ولهالاجيال انه تبقى بالبلد ان شاء الله بننجح بهالمهمه رح ننتقل لعندك ريس عند جورج الطفل جورج كان الطفل الجميل الاجمل الاذكى الاهدى كان يعني نموذج الطفل المثالي كانوا والدك ووالدتك كانوا مدرسين كنت كتير رايق بالمدرسة كنت تحب الكتابة وكان معروف عنك يعني بصف تروازيم كتبت يمكن أول مرة بجريدة الديار
وعندك دائما حتى مره يمكن ربحت مسابقه. سافرت اول سفره بحياتي كانت اني ربحت مسابقه بالاوريون لوجور بالانشاء العربي. وبعدين متذكر يمكن بالكاتريام ما بعرف شو كان الموضوع، بس وقتها عطيوني ساعه زياده تخلص موضوع الانشاء، وهيدي مسابقه على مستوى كل مدارس لبنان بيتاهلوا فيها بالمحافظات، واخر شيء بيعملوا تيراج قصار، بيعملوا قرعه تاخذوا 10 او 12 تلميذ من كل لبنان. بفتكر يعني هاي اخر مره بربح شيء بالصور، يعني من بعدها ورقه لوتو ما ربحت بحياتي. اي ما بنساها هذه التجربه. كتابك اخذني وقت لكي افهم. صحيح. شو فهمت؟ هلا شوفي، هذا الكتاب كتبته انا بالامارات، وكتبته بهيك بمرحله كنت كتير ضايع فيها، اذا خلص كمل كل حياتي بالإمارات أو بدي أرجع، وفيه كتير هيك خواطر بتفرجي هالتردد، وبتفرجي هالحنين إلى لبنان وعتبي على لبنان، وبنفس الوقت حبي إني أرجع. هيدا بعتبره ابني الثالث، أنا عندي ولدين توم، هيدا الكتاب بعتبره ابني الثالث، عزيز كتير على قلبي. هلأ عنوانه إيه؟ إنه الحياة بتعلمك، بتفكري انك تعلمتي بس انت بعد بحاجة، مش هيك قلت It took me a while to understand، اخذني بعض الوقت لافهم. هلا اذا بدي اعمل كتاب ثاني من بعد السنتين ونص سياسي بقول لك ما فهمت شيء، لانه هيدا كتبته قبل النيابة. مدد المهلة تهيأ لي انك فهمت. كتبت كمان وقتها مقالك بجريدة السفير، ثورة القضاء ان اتت ويمكن دفعت ثمنها بمرحله معينه. بتعيني هيدا منعطف طبعاً بحياتي، انا بعتبره هيدا المقال اذا بدك هيك كمان بلحظه انفعال. واذا بتساليني اذا رجع فيك الزمن لسنه 2001 بفتكر كتبته وقت اللي سكروا الام تي في، هاي المرحله ما بعرف اذا الان كنت بلبنان او بفرنسا، بس عن جد يعني مرحله ظلم واضطهاد كبيره جدا وقت اللي اقفلت الام تي في، ظهرنا قدامها وكلنا خبيط وتوقف قسم منا. انا كنت قاضي، انا كنت موجود عم ظهر. انا كنت قاضي، تخيل انه قاضي موظف وعندك موجب تحفظ، عندك اوبليغاسيون دو ريزيرف، كانت بوقتها اقسى بكثير. طبعا هلا صار في نادي قضاة وصاروا القضاة يعبروا اكثر عن ارائهم. انت كمان ما كنت تخضع للضغوطات ولا للرشاوى، يعني اللي بيعرفك يمكن لبنه جات كان يجيك قصص ثمينه او قصص رمزيه كنت ترفضها دائما، حتى يمكن بفتره يمكن احد الضباط السوريين ضغط عليك تحديته ومشيت بالقرار، وكان عندك يمكن وقتها عائله كمان، ما خفت على عائلتك انه بظل وجود السوري الاحتلال السوري تكون هالقد عم تروح على الاكستريم؟ الفضل بهيدي القصه ما بعرف مين خبرك اياها، كنت عم بتغدى عند اهلي برياء، وبيجيني هيدا التليفون وقمت عن الطاوله وحكيته لهيدا الضابط على التليفون، ورجعت على الطاوله وجهي اسود. بقى مين بحس اول شيء عليك؟ امك. قالت لي شو بك تغيرت؟ خبرتها القصه، قلت لها يا بدي انصاع لرغبته اظلم ناس، يا بدي اعرض حالي للخطر الشخصي بس ريح ضميري، شو بتنصحيني؟ قالت لي اوعى تظلم وما تخاف من حدا، الله معك. عائلتك، زوجتك، والدتك كلهم وقفوا حدك، خلينا نشوف بهيدا التقرير مين من عائلتك حدا خارج لبنان لهيك هو صورنا الفيديو، شو بيقولوا لك؟ هاي بوب، أول شيء بتقول لك أنا اشتقت لك كثير، وانت احلى وعز شخص بالنسبه لإلي، دائما انت المثال الاعلى من انا وصغيره لهلا، وكل حياتي بتضلك مثال الاعلى. علمتنا ايام كثير حلوه، اكثر شيء المحبه والتواضع. بشكرك على كل شيء عطيتنا اياه وكل شيء عملته كرمالنا انا وخيي وامي، واحلى ذكرى معك ما عندي ذكرى محدده،
لأنه أنا بعتبر كل يوم هي أحلى ذكرى معك، لأنه كل يوم بتعلمنا شيء جديد، كل يوم بتخليني أطمح زيادة، بتخليني أكون متفائلة وحب الحياة. فبدي أقول لك أنه بشكرك على كل شيء عطيتنا إياه، وبحبك أكثر مما بتتخيل، وأنا مصدقة أرجع أشوفك. هودي الكنز. يعني شوفي الله بفتكر أعطاني كتير، أنا بقول أعطاني كتير بأهل استثنائية وبمرة وقفت حدي وتحملتني إلى أقصى حد، وبولاد يعني بعتبرهم شقفة من قلبي. يمكن عندي مشكل معهم لأولادي إني كتير بخاف عليهم، بفتكر ما عم بقدر اتجاوز هشين نفسي انه اوقات بوعى بالليل نقزان. يعني صار عمرهم هلا اني توم صار عمرهم 24 سنه بعد بكره عيد ميلادهم، وبعدني بخاف عليهم مثل وقت كان عمرهم 4 أشهر و3 اشهر، كيف كنت اركض على تختهم تشوف اذا عم بيتنفسوا. بعد عندي هالخوف، بفتكر اني عم زيد عليهم وبطلب منهم يعني يسامحوني اذا هالقد ما عم بترك لهم مجال. يعني هلا بنتي ما قدرت اوقف بوجهها تسافر تكمل علمها برا، وابني اغلب شغله عم بيشتغل لان صار برات لبنان. يعني سامحوني، بس بكره رح يصيروا هن بي وامه، رح يعرفوا شو هو شعور ينشغل بالك على ابنك. وان شاء الله يصير عنا بلد، ان شاء الله يصير عنا بلد يا سمر ما ينشغل بال الأهل عولادهم، لا إذا ركبوا سيارة يعملوا حادث، ولا إذا راحوا سهروا نخاف إنه يرجعوا سلمين على البيت. بفتكر الشعب اللبناني بيستاهل إنه يعني يطمئن على أولاده وما يكون عنده على أمل يبطل فيها هالقد، ما يكون عنده هالقد رغبة إنه يسفرهم لبرا ليعطيهم أمن. رئيس أنا ما بدي أزيد عليك، بس في عندي فيديو تاني كمان رسالة من حدا، خلينا نشوفه سوا. يلا. جورج اشتغل حاله، يعني أنا بعرف لجورج من أيام مات الجامعة، رجع مرق بمرحلة صحافة، مرحلة محاماة، قاضي ل 17 سنة، راح أبو ظبي 10 سنين، وبعدين نايب. وأكيد بكل هالمراحل أنا وكبت وأنا كنت حده، نحنا كتير معلقين بعض وكتير نفهم مع بعض. يعني رح يصيرنا تقريبا 30 سنة أنا وياه، من الغرام، من المحبة، من الاحترام، من التعلق ببعض. كتير حنون عولاده إلي وجابرييل، بيفني حالهم كرمالهم. أحكي عن جورج الإبن، جورج كتير معلق بأهله، بخاف عليهم، وأهله اللي ربوه على قيم كثير حلوة بالحياة. وآخر شيء بحب لك إنه أنا بحبك كثير كثير كثير، ورح ضل حدك كل قرارات بتاخذها أنا حدك، وإن شاء الله قريبا نشوف بعض لأنه كثير اشتقت لك. لاف يو. بيك طيب كمان. بنوجه لها كمان تحية للسيدة مشلي. شو بتقلها؟ كمان أنا طبعا شريكة النضال، شريكة العمر كله. هلا تعرفني من قبل الجامعة، من المدرسة، من المدرسة كنا سوا بالمدرسة. ومشلين شخص يعني مثل الشمعة، يعني بتفني حالها على السكت. أنا بعبر، بحكي انفعالاتي. هي الشخص اللي مثل ما قال ألان بالبرومو سفنجي، هي السفنجي بالبيت، هي اللي بتمتص كل شيء. أنا بصرخ، بعيط، بظهر انفعالاتي. مشلين مرقت بظروف ما حدا مرق فيها، خسرت أهلها، كانت بعدها ولد، خسرت خيا أصغر منها، عملت حادث سيارة وكانت وصلت على الموت بال 2008. بفتكر هلا من بعد 2008 مشلين معتبره انه كل يوم عايشته هو بونس.
الله يخليكم وتتصرف على هذا الأساس يعني. الله يخليك. علام هلا سارة ما صورت سارة لأنه بفترة حداد توفت صديقتها، بس في فيديو. هلا بعرف قلت لي ما بدنا مفاجآت على الهواء، فينا نحضره سوا؟ علي الأمان. إذا أنت على مين؟ يلا خلينا نحضره. خير. طول فخورة فيه لأنه كان شاطر بالمدرسة، ما بحياتي أنا اهتميت شو عم يدرس شو عم يعمل. بدك تقولي من صف الأونزيام وطالع يقرأ الجريدة أنجلي حجية. خبريني عن فرنسا. فرنسا كتير ابتدائي كان بالمظاهرات بفرنسا، كنت بعرف إنه توصل للأخبار. فيت على حبس. أنا حياته بالسياسة يعني جور إنوي مش ما بقوله. اطلبوني تجدوني الساعة 11-12 وجه الصبح، الساعة 6 بكون واعي. ما بعرف كيف عيش. أنا بحبك كتير وأنا فخورة فيك وفخورة بجديتك بالعمل. إن وصلت وإن ما وصلت، أنت إنسان جدي ومخلص وتحقق يلي حلمت فيه للبنان. أنا مغروم بلبنان. راح فيه على مجلس النواب، قعد معه بالمكتب، رجع اخذه برا من الدنيا برجع اجيبه على البيت. البابا اكيد بعده معك، بصلي لك من السما، فخور فيك. الله يرحمه، كلنا فخورين فيه لانه انسان صادق اول شيء، ما عنده جنس الكذب، بيتنا اصلا ما في منه. كان يجي كل يوم 6:30 يشوف أيو أبنه يمشي على شغله. كان يدو الحملة الانتخابية بوقتها، كان يجي يقول له يلا يا أبا دار بدك تقوم، بدك تكون حد نربح المعركة. الله غير الله يرحمه. الله يرحمه. البي والأم عزيزين جدا يا سمر، مثل الوطن. خاصة أنا رح أسمح لحالي يمكن أحكي عنه لأنه عمر جزاف بعرفه، اللي بيعرفه حدا كان كتير يمكن بحب الحياة وكتير هيك حدا إنسان طيب. بي العبضاي. أمي بي ما الحياة. خلاص. أكيد هو فخور فيك و. هو توفى خلال الحملة الانتخابية شريب. 2018 كان ناطر يمكن النتائج بس لا مش حاله. الله يرحمه. ثانك يو. ويرحم كل اللي ماتوا يعني بتعرف انا ما بحيت استوعبت قديش بيي بحبني قد ما صار عندي ولد. ساعتها بتستوعب قديش اهلك بحبك. تماما تماما تماما. بصير انت تعيشها مضبوط. انا عشت كمان هلا مع بيي وقت الانتخابات، يعني شوف قد ايه بنتشابه. انا عم تحكي امك انه كنت تقرا الجريده من عمر 11 سنه، نفس الشيء. وبي عمل حادث سياره هو امي بالحمله الانتخابيه، يعني من بعد ما رجعت من الامارات باربع خمس ايام عملوا حادث ووصل للموت وفات كوما، وكمان استعملت. يعني هذا اللي ألمني، وهذا اللي اذا بدك من اول ما بلشت سياسي قرفتني السياسه، انه حتى حادث سياره لبي استعمل بالسياسه. و وانت عم تشوف بيك بالكوما وعم بيدخلوا هذا الموضوع بالبازار الانتخابي. الله يرحمهم. anyway. نحن لانه بقت انا بعده عايش بيي. الله يرحم. ثانك يو ثانك يو. بس انا عم بدهمنا الوقت. جوناثان بس بدقيقه، اذا فيك تقول لي شغلتين عند كل شخص من الضيوف، عند كل ضيف. اوكي، بالبدايه النايب جورج عايز لما قال عن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه ذكي كثير، هز براسه. لا بالنسبة لما كانوا عم يحكوا عن نايب وليد جنبلاط، قال ضمانة الشخص يعني الدولة مش الأشخاص أو الزعماء،
رجع حك تحت منخاره بدليل انه مش كثير مقتنع بهالحكي. بالنسبه للنيب علاء عون لما قال اهم شيء الواحد يوصل رايه هز براسه، لا يعني كانه مش انه هيدا اهم شيء. لما حكي عن المعرفه مع نايب وليد جنبلاط على المستوى الشخصي انه منيحه، كان في عنده هيزيتيشن او تردد، بعدين كان عنده ماوث شراغ او انه ما بعرف انه ما في علاقه او ما في هال جوناثان. انا بدي اشكرك بس انا عم بدهن الوقت، وصلنا لاخر الحلقه. باخر الحلقه بدي اطلب منكم تتبادلوا الهدايا. رح ابدا معك ريس سريعا، بس شو الهديه اللي جبت له اياها لالا ب 20 ثانية؟ أنا يعني برج العقرب وبنتقم. هو مثلي هو بالزمانات عطاني الدستور، أنا هلأ عم بهديه الإبراء المستحيل يرجع يتصفح شوي وبزيد بس الخبرة. والهدية الثانية، والهدية الثانية هي البرنامج الانتخابي للتيار الوطني الحر أيار 2005. في بعض هيك البنود الانتخابية اللي بتمنى انه مش بس هني يرجعوا لها، هني يرجعوا لها واثنيننا نتشارك فيها، لانه بفتكر عنا كتير هموم مشتركة وناسنا عندهم كتير هموم مشتركة. نرجع نحط ايدنا. شو جايب له معك يا ألان اليوم؟ انا هدي دستور دجا، ما بدي انا اعمل له شيء شخصي. عرفته بحب المانيا بالمونديال، بقى جبت لك. لازم افتحها اكيد. قالوا لي انه مولع بالمانيا ومن هيك يعني. او ماي جاد، تي شيرت البرازيل. لازم نعمل نطبع عليها من ورا. لا هون نحن صرنا على نهايه الحلقه. ميرسي انا اشكركم لوجودكم معنا. سريعا باخر كل حلقه بيكون في رساله من ضيوف الحلقه للبنانيه ب 20 ثانية كل واحد منكم. بدي اطلب منك ريس تطلع بكاميرتك سريعا، شو بتقول للبنانية انه الاختلاف ما لازم يؤدي لخلاف؟ يعني انا بقول انه لبنان بيستحق منا كلنا انه نتجاوز الخلافات السياسية. اكيد مش معناتها ندوب بالاخرين، ومش معناتها انه نتنازل عن قناعاتنا ومبادئنا، بس ولكن نتطلع اكثر على اللي بيجمعنا وننسى اللي بيفرقنا. بتمنى انه التيار الوطني الحر يرجع على روحيه اتفاق مع راب، وترجع القوات اللبنانيه تقعد على الطاوله مع كل شركائها بهذا الوطن، لانه هذا البلد عزيز، واذا نحن ما بنيناه ما رح ننطر اي حدا خارجي يساعدنا. انتظر 20 ثانيه على عون سريعا. انا بدي اقول بدنا نضل محافظين على الامل انه هالبلد رغم كل شيء عم بيمرق فيه بعد في امكانيه نطلع من هالتونيل اللي احنا موجودين فيه. سبق وطلعنا تونيل الحرب، ان شاء الله هلا بنطلع تونيل هالازمه الاقتصاديه والماليه الكبيره. كله بيتطلب اليوم تغيير. اذا ما قدرنا نغير كل الاشخاص، هي نغير السلوك ونغير طريقه التفكير، لانه زيت الاشخاص اذا بضلوا بزيت السلوك وزيت التفكير ما بيمشي الحال. هن على القليله هن. انا عم بدي اشكرك، بشكركم لوجودكم معنا. مشاهدينا هيدا كانت الحلقه، انا بشوفكم الاسبوع المقبل، الى اللقاء. اوف قصة طويلة مثل حقيقة. مش معلقة بتكون كثير سيريس، بتعمل انترفيو سياسي. أنا بالانترفيو بكون كودك، بتجيلنا أوكي. ما خير الحمد لله. لكننا مسكنا وجودك بتفتح الدنيا. حبيب القلب. شو بده غيره بعد دخل ربي؟ هلا قمح السلموني الأبيض بصير شعير. العسل دخل ربك أما سلموني أنت وياه. ما هو بالقلب عم يهول الكل، عم يدخل ربك ربنا اللي هي أحلى.